السادة النواب المستشار البرلماني، السادة رؤساء مجال جماعة حضر والقروي، السادة رؤساء كرة مدني، السيد رئيس مجلس علم المحل، السادة رؤساء مصالح الأمن، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء مصالح الخارجية، السادة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني، السادة ممثلي وسائل الإعلام، حضرات السيدات والسادة، تكريسا بالمفهوم الجديد للسلطة، وتجسيدا لسياسة القرب إلى ذلك نادى به مصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه، أجرت وزارة الداخلية حركة تنقيات وتعيينات في سلوك رجال السلطة، وذلك من أجل دخل دماء جديدة في سلك الإدارة الدرامية، وتهدف هذه الحركة إلى دعم وتعزيز الحكمة الجديدة على مستوى وزارة الداخلية في إطار تنزيل الدستور الجديد، وذلك من أجل كسب الريادات ومواجهة التحديات والتغلب عليها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، ومن بين هذه التحديات تعزيز الإدارة الترابية من عملات وأقاليم وبشويات ودوائر وقيادات ورجال السلطة وأطول إدارية ذات كفاءتها العالية وأخلاق حسنة تمكنهم من القيام بالمسؤوليات التي يتحملونها على أحسن وجه. الحضور الكريم، في إطار هذه الحركة تم تعيين عدد من رجال السلطة الجدد بهذا الإقليم، ويتعلق الأمر بكل من السادة الشريف سليمان بن القاسم رئيس دائرة التعب، من مواليد 1950 بتوليد، حاصل على الإجازة في القانون العام، ودكتور دراسة معمقة في العلاقة الدولية، وخريج معهد ملك الإدارة الترابية، تقلد مهام قائم بعملة فداء بلاد السلطان من سنة 1990 إلى سنة 1992، قائد محمد بارع 20 بعملة فداء بلاد السلطان من سنة 1992 إلى سنة 1994، قائد ملحق الإدارة عام 19 لعملات في دولة السلطان من سنة 1994 إلى سنة 2000، قائد ملحق الإدارة عام 23 لعملات في دولة السلطان من سنة 2000 إلى سنة 2001، قائد ملحق الإدارة عام 2 لإقليم خريبكة من سنة 2001 إلى سنة 2005، رئيس دائرة محمد لإقليم الشاور من سنة 2005 إلى سنة 2010، رئيس دائرة الدنتور لإقليم يوسفية من سنة 2010 إلى سنة 2014، جمال ميرا رئيس دائرة تكوين من موالي سنة 1965 من ناظور، حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية وخريج معهد ملك الإدارة الترابية، تقلد مهام قائد قيادة أقبل بإقليم دنيا من سنة 1994 إلى سنة 2001، قائد قيادة لم حل من الإنترنت من سنة 2001 إلى سنة 2007، قائد قيادة الشيمة الجنوبية بإقليم صور من سنة 2007 إلى سنة 2010، رئيس دائرة التركيز بإقليم روسي من سنة 2010 إلى سنة 2012، باشا إنزدور بإقليم روسي من 2012 إلى 2013، رئيس دائرة نوريان بإقليم روسي من 2013 إلى 2014، البكاري هذا باشا مدينة تكوين. من موالي سنة 1990 بنجدة، حاصل على الإجازة في القانون العام والشهادة الجامعية الأولى في العلوم السياسية والإدارية، وخريج معهد ملك الإدارة الترابية، تقلد مهام قائد قيادة الغرناطة بإقليم جدة من سنة 2001 إلى سنة 2007، قائد قيادة مشروش بإقليم بنسات من سنة 2007 إلى سنة 2012، قائد قيادة سيدي بوتنين بإقليم حوسيو من سنة 2012 إلى سنة 2013، قائد قيادة سيدي بإقليم بريدة فيما بين سنة 2013 وسنة 2014، محمد السعدي رئيس دائرة التعليم. من موالي 1960 بتوليد، حاصل على الإجازة في القانون الخاص ودبلوم المكتب العامي للجامعات وخريج معهد ملك الإدارة الترابية، تقلد مهام كاتب عام جامعة الأزهر بإقليم طنجة من سنة 1980 إلى سنة 1990، قائد قيادة نياسا بإقليم سكرو
من سنة 2001 إلى سنة 2007 قائد قيادة الأول ربيع من طنجة، من سنة 2007 إلى سنة 2012 قائد قيادة المدير من تزم فيما بين 2012 و 2014 محمد رحمان من موالي سنة 1956 تزم حاصل على الدبلوم ونصب وطني الإدارة العمومية تقلد مهام وتصرف مساعد المصالح المركزية في الوزارة الداخلية من سنة 1980 إلى سنة 1993 قائد مدير حي جامعي الإنفاس من سنة 1993 إلى سنة 2001 قائد مدير حي جامعي بوجدة من سنة 2001 إلى سنة 2014 قائد ملحق بالمصالح المركزية في الوزارة الداخلية خلال سنة 2014 إكرام بالنصور من موالي سنة 1998 في مدينة مجدة حاصل على دبلوم دراسة عليا معمقة في التغيير المناخي وخريجة معهد الملك للإدارة الرياضية تقلدت مهام قائد الملحقة الإدارية الرابعة الأكاديمية عمارة الرباط من سنة 2010 إلى سنة 2011 قائد الملحقة الإدارية 23 بعمارة الرباط من سنة 2011 إلى سنة 2014 حميد حمد قائد قيادة الأسماء الدائرة الأولمبية من مواليد 1998 في مدينة الرباط حاصل على دبلوم دراسة عليا معمقة في العلوم الاقتصادية وخريج معهد الملك للإدارة الترابية تقلد مهام وتصرف مساعد في جماعة خبرية الرباط من سنة 1998 إلى سنة 2009 قائد الإدارة المركزية للوزارة الداخلية فيما بين 2009 و 2011 قائد الحق إدارة بحي كلمة بست إعادات سنة خلال سنتين 2011 و2012 قائد ملحق إدارة بحي المحيط بالرباط خلال سنتين 2012 و2013 قائد ملحق بعمل سنة خلال سنتين 2013 و2014 يوسف بن خايل قائد قيادة كف الأربعة إلى التلمس من موالي سنة 1983 بفاس حاصل على دبلوم دراسة عليا معمقة في قانون الأعمال وخريج معهد الملك للإدارة الرياضية تقلد مهام قائد ملحقة الإدارية الثانية بإقليم دولاب فيما بين سنة 2011 و2013 قائد ملحقة الإدارية الثانية بإقليم دولاب خلال سنتين 2013 و2014 وفي العديد قائد قيادة تكوين دائرة تكوين من موالي سنة 1999 بمدينة بليوش حاصل على دبلوم دراسة عليا معمقة في القانون العام وخريج معهد الملك للإدارة الترابية تقلد مهام قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم بوليكرا فيما بين سنة 2010 و 2014 رضوان العلمي قائد قيادة تكوين دائرة تازر من موالي سنة 1983 بمدينة الدياس حاصل على البسط في الاقتصاد وخريج معهد الملك للإدارة الترابية عبد الصمد بخفي قائد قيادة مزمان دائرة تازة من موالي سنة 1985 بمدينة حسيرة نملة حاصل على البسط في القانون وخريج معهد الملك للإدارة الترابية وبهذه المناسبة لا بد من التأكيد على المسار الصحيح الذي خطه صاحب جلالة الملك محمد السادس نسأل الله وإياه في إطار فلسفة المفهوم الجديد للسلطة والرامي إلى بناء علاقة وطيدة تجاوبية وتواصلية بين رجال السلطة والمحيطين سواء مع المواطنين أو المنتخبين أو مسؤولي مختلف الإدارات والقطاعات بروح من المسؤولية والتفاني وفي جو يسود التعاون والتنسيق التام خدمة للصالح العام حيث من شأن ذلك تكريس وتجسيد سياسة القرب التي ما فتح من فتى يلبو إليها في كل مناسبة ويحب على التشبه بها والعمل بمفهومها دعما للا مركزية وللا تمركز وتكريسا لنوادر الإدارة الترابية لتجعل من أولوية اهتماماتها السعي قدما برحب التنمية البشرية في إطار حكامة جديدة لتدبير أقلام الإدارة الترابية والشأن المحلي في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة. وأغتنم هذه الفرصة من السادة رجال السلطة الجدد
الذين تم تعيينهم بنفوذ هذا الإقليم العزيز القيام بمهام في إطار التوجيهات الملكية السامية والتقيد بمبادئها في جو من التواصل والتعاون والتنسيق التام مع جميع المنتخبين والمصالح وفعاليات المجتمع المدني والعمل على حسن استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الإدارية لهم بشكل جيد والسهر على أمنهم وطمأنينتهم والإنصات إلى تظلماتهم وشكاويهم وأن يكونوا قريبين منهم ومصاهرين في معاناتهم اليومية وأن يكونوا للجميع بدون أي تمييز أو تفضيل في إطار القيادة الإيجابي مع الأخذ بيدهم وتقديم لهم جميع المساعدات الممكنة في إطار القانون والاحترام المتبادل. كما أطلب من الجميع وخصوصا المنتخبين ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية وهيئات المجتمع المدني جريا على هو معهود فيهم في كل المناسبات والظروف من خصال التعاون والتنسيق إلى مد يد العون والمساعدة بسبب رجال السلطة الجدد حتى يتمكنوا من التأقلم والاندماج بشكل إيجابي وفعال مع محيطهم الجديد ويؤدون المهام المعروضة بهم على أحسن وجه ويحققوا النتائج المرجوة للأهداف التي أرادها قائد الأمة وبني نهضتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لرعاياه وتوفيقه. ولا يفوتني بهذه المناسبة كذلك أن أنوه وأشكر السادة رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية وانتقلوا للعمل خارج الإقليم لما بذلوه من مجهودات وعلى ما قدموه من خدمات بكل جدية ومسؤولية وإقرار الذات خلال مدة مزاولة مهامهم لدخول هذا الإقليم. ويتعلق الأمر بالسادة أحمد المستطاع باشا أبو السابق والذي انتقل بصفة رئيس دائرة التنظيم توفيق رب خيال دائرة تاز الصابق والذي انتقل بصفة باشا إزدائر بعمل الطنجة الأصيرة عبد المجيد تبنت رئيس دائرة تاز الصابق الذي انتقل بصفة رئيس دائرة الروج بإقليم سطات العربي المغاري قائد قيادة مجنات الصابق الذي انتقل بصفة رئيس منطقة حضرية بإقليم عيون سعيد جيران قائد ملحقة الإدارية الخامسة الصابق الذي انتقل بصفة قائد ملحقة إدارية بإقليم كنيدرة عبد الحميد صاد قائد قيادة الجزائر السابق الذي انتقل بصفة قائد قيادة قاع سلاس بإقليم شتشو إبراهيم المسعودي قائد قيادة كفرات السابق الذي انتقل بصفة قائد ملحقة إدارية بإقليم كنيدرة إبراهيم بنيش قائد قيادة أكلون السابق الذي انتقل بصفة قائد قيادة تمسية بعملة الزكاة الإكسبيون متمنياً لجميع التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة. كما لا يفوتني كذلك بهذه المناسبة أن أشكر الهيئة القضائية وجميع المنتخبين ورجال السلطة ورؤساء المصالح الأمنية ومختلف المصالح الخارجية للإقليم وهيئات المجتمع المدني وممثلي الصحافة وجميع المتدخلين على ما يقومون به من مجهودات كل في دائرة اختصاصه خدمة لهذا الإقليم العزيز ولساكنته للرقي بمستواه الإداري والتنموي في مختلف المجالات طالبا من الجميع مضاعفة هذه الجهود والرفع من وتيرة العمل بكل مسؤولية ومقرار الذات والقيام كل من موقعه بالمهام المعروضة به خدمة لرعاية صاحب جلالة محمد السادس نصره الله وأيده وأقر عينه بميعاد صاحب سمو الملك بن أمير جانب بن الحسن وشد أثره بصاحب سمو الملك بن أمير راشد وباقي أفراد أسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.